لما تروح مثلا للبنان، النهارده في لبنان كانوا يعني النهارده اطلقوا على يوم السبت ده سبت الساحات. ليه سبت الساحات؟ لانه حسن نصر الله لما طلع، حسن نصر الله اللي هو زعيم حزب الله، لما طلع امبارح اتكلم. انا بس عايز اقول لكم انطباع، حسن نصر الله ده يا جماعه في 2006 مثلا كان فتى احلام البنات فعلا، مش كلام يعني كان سماحة السيد حسن نصر الله اللي بيقود الحرب المقدسة ضد إسرائيل، وإنه رجل زعيم المقاومة، وكانت صور حسن نصر الله بتتباع في الشوارع والناس معلقاها في بيوتها، كان رمز للمقاومة. امبارح مثلا حسن نصر الله لما اتكلم اتكلم كواحد في السلطة، متهم بالفساد، متهم بالفشل، خايف جدا من غضبة الناس ومن تظاهر الناس، وتحول إلى سياسي تقليدي جدا، اللي هو لما الناس تتحرك في الشارع بهذا الشكل. خلي بالكو، لأنه في ناس بتيجي إيه تحاول تقارن بين الوضع في مصر والأوضاع الأخرى، كويس؟ لا، إحنا في، أنت في عن اللبنانيين خرجوا يطاردون الجوع في الشوارع، يعني الناس عندها وضع اقتصادي صعب جدا. فحسن نصر الله امبارح في سقطة سياسية عنيفة جدا وفي تعالي كبير جدا على الشعب اللبناني، قال لك انه الناس دي ممولين. سمعوني كده حسن نصر الله. اليوم الحوار صار في حالة تقود احزاب معينة معروفة، انا ما بدي اسمي اليوم، وقوى سياسية معروفة، وتجمعات مختلفة معروفة باسمائها وباشخاصها، وفي ايضا اشخاص شخصيات مؤسسات معينه. هي النقطه بدي هلا افصل فيها بعد شوي. وفي اداره وتنسيق وكمان في تمويل. فعندك ايه؟ الراجل اللي هو ايه؟ وصفه ما حدش بيخرج عنها. في ناس طالعه غاضبه زي ما حصل في مصر في 2011 بالظبط، لانه 2013 كان تصحيحا، والناس اللي بتنزل دلوقتي انت عارف واضح قدامك، يعني الشعب اللبناني طالع يا جماعه يطالب باربع مطالب. عشان الناس يقول لك هم اللبنانيين عاوزين ايه؟ بيعملوا ايه؟ نازلين الشارع ليه؟ اللبنانيين عندهم اربع مطالب. اول حاجه اقاله الحكومه الحاليه بتاعه سعد الحريري لانها حكومه فشلت. رقم واحد. رقم اتنين، تعيين حكومة من الخبراء اللي هم التكنوقراط، اللي هم الناس الفنيين اللي هم يشتغلوا على التنمية. ده الطلب التاني. الطلب التالت، التعجيل بانتخابات نيابية. الطلب الرابع، وهو محاسبة كل من تسبب في إفشال الحياة في لبنان وكل من اعتدى على المال العام. أربع طلبات أهم، يعني عشان الناس في ناس أحيانا تقول لك طب هم الناس عايزين يعملوا ايه؟ اللبنانيين عايزين يعملوا ايه؟ عايزين حكومة، إقالة الحكومة اللي موجودة، ويبقى في حكومة جديدة، الانتخابات بتاعت البرلمان، ومحاسبة الناس اللي اعتدوا على المال العام، واللبنانيين عايزين ينهوا الحالة الطائفية اللي هو ايه؟ انه يبقى فيه مواطن لبناني هو بقى مسلم، مسيحي، شيعي، درزي، ما يعني تبع مين؟ الناس عاوزين ينهوا الحاله دي. فطلع حسن نصر الله يقول لهم انتم ممولين، واخدين فلوس من بره. اللبنانيين ردوا عليه على طول، وردوا عليه بشكل عملي، وخلونا نسمع قالوا له ايه. انا مواطنه لبنانيه، وانا ممول الثوره. انا ممول الثوره. انا ممول الثوره. انا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. انا مواطن لبناني، وانا عم مول الثوره. انا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. انا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. وانا ممول الثوره. انا ممول الثوره. انا ممول الثوره. وانا 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 ممول الثوره. انا 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 ممول الثوره. وانا ممول الثوره. انا ممول الثوره. انا ممول الثوره. وانا
مول الثورة. وأنا مول الثورة. أنا مول الثورة. أنا مول الثورة. وأنا مول الثورة. نحن مولين الثورة. أنا مول الثورة. وأنا مول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا 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 ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. ده معنى ايه؟ يعني اللبنانيين عملوا ايه؟ هنا تحولوا الى مواطن واحد، كل هذه الاشكال، الولاد والبنات والكبار والصغيرين والموظفين والعطلانين، كلهم بقوا مواطن لبناني بيقول انا اللي ممول الثوره. يعني حسن نصر الله طلع قال لهم انتم ممولين من الخارج، فخرج اللبنانيين يقولوا له لا، احنا اللي بنمول الثوره، المواطن اللبناني العادي المتطلع لحياه افضل، اللي عايز مشاكله تتحل، اللي مش اللي عايز ما يبقاش فيه فساد وهكذا. ليه بقى؟ لانه الوحيد اللي كان دائم لاعتراف انه ممول هو حسن نصر الله. يعني هذا الرجل لم يكن يستحي وهو يتحدى. انا عرضت لحضراتكم الاسبوع اللي فات فيديو هو بيقول انا كل تمويلي من ايران، مش كده؟ خلينا ناكد على المعنى ده من خلال حسن نصر الله نفسه. انا قلت نحن ما عندنا مشاريع تجارية ولا عندنا مؤسسات استثمارية بدها تشتغل من خلال البنوك، حتى إذا عطلتوها بينكسر ظهرنا. أصلا ما عندناش. نحن يا خيي على رأس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، ومالنا المقرر لنا يصل إلينا وليس عن طريق المصارف، وكما وصلت إلينا صواريخنا التي نهدد بها إسرائيل يصل إلينا مالنا، ولا يستطيع أي قانون أن يمنع وصول هذا المال إلينا. يعني احيانا والله كان عند الرومان زمان كلمه يقول لك من حق كل انسان ان يجن مره، بس عشان تعيش في العالم العربي دلوقتي لازم يبقى من حقك كل يوم انك تجن مره، يعني تتعامل معهم كانك مجنون، لان انت راجل ده المفروض انه مواطن لبناني، يعني المفروض انه مواطن لبناني وعايش على ارض لبنان وعنده حزب، هذا الحزب عنده يعني جناح عسكري تحول الى رمز للمقاومه او ان هو بيقاوم، فقال لك انه الفلوس بتجي لنا فلوس من ايران، والفلوس دي ما بتجيش عن طريق المصارف، عن طريق البنوك، زي ما الصواريخ بتجي لنا الفلوس بتجي لنا، وما فيش اي قانون يقدر يمنع ان الفلوس دي ترجع لنا. فانت هنا دي كانت بدايات بعيده جدا لتفتيت الدول، انه يبقى الدوله دوله، الدوله مؤسسات، دوله فيها رئيس، فيها مجلس وزراء، فيها جيش، فيها شرطه، فيها مجالس نيابية، فيها أحزاب، فيها، لكن إنه ما يبقاش فيه حزب عنده ميليشيات أو عنده جناح عسكري. ماشي، الأوضاع هناك اضطرتهم لده في وقت معين، لكن هو ده الشكل. فالشعب اللبناني يخوض الحقيقة نضال سلمي ومحترم جدا، وكل ما أخشاه أن تتحول الصورة البراقة جدا في لبنان إلى صورة يعني يكونها الدم، لأن المؤشرات خطيرة. حسن نصر الله امبارح كان بيهدد وقال إنه حزب الله هو الحلقة الأقوى في المعادلة في لبنان، هو قال كده، فكأنه تهديد للي جاي، إنه يعني عيب، ما يصحش، اختشوا، اتلموا، ارجعوا تاني بيوتكم، لأنه لا، انتوا عارفين المشكلة ايه؟ إنه نفس الخطاب، يعني الخطاب اللي استخدمه مبارك، واللي استخدمه قذافي، واللي استخدمه علي عبد الله صالح، واللي استخدمه زين العابدين بن علي، واللي استخدمه حتى بشار الاسد في وقت معين والناس طالعه، نفس الكلام قاله حسن.